احنا عندنا بس وقت للتحضير، ده اللي بيفرق معانا جدا. احنا كان عندنا يمكن 3 ايام زياده للتحضير لمباراه الاتحاد، الشكل اتغير. صح، المجهود البدني، ومحدش يزعل، ده اساس كره القدم، ان المجهود البدني يعني كان ليه تاثير كبير. ده اللي حضرتك درسته تيقلي، عشان كده حضرتك بتتكلم فيه. والراجل معذور كمان، الراجل يعني خلينا نتكلم بكل امانه، الراجل معذور في شيء، من زي ما الاستاذ خالد بيومي بيتكلم على جزء من التوفيق، جزء من الحظ، كان كل الكلام اتغير في كوره بيرسي تاو او كهربا او ضربه الجزاء او الحكم، حتى ضربه الجزاء اللي اتحسبت علينا انا في وجهه نظري يعني تعدي، ما بتتحسبش، يعني بتاع الكهرباء ما تتحسبش، يعني وبتاعه يعني مارسيلو تتحسب. كان الموضوع حتى على مستوى التحكيم كان فيه سوء توفيق الحقيقه، يعني كل حاجه كانت مش هقول ضد النادي الاهلي عشان ما حدش يقول لي مش عارف ايه، ولكن كانت هناك بعض الامور الواضحه الحقيقه ضد النادي الاهلي في هذه المباراه، منها حكم المباراه اللي انا قبل المباراه بيوم اشدنا بيه كلنا طبعا. قلت ايه؟ حضرتك قلت ايه وانا قلت ايه؟ احسن حكم في العالم. احسن حكم في العالم، انا ما لم نختلف عن هذا الامر، ولكن هو لم يكن موفق، هو ليس ضد النادي الاهلي بالمناسبه من اهو، ولكن هو لم يكن موفق، كل قراراته كانت ضد النادي الاهلي في هذه المباراه، عدم التوفيق كان واضح جدا، كان ممكن في كورتين كده تداس على يعني على الاقل يتاخد فيهم انذارات للاعيبه فلومينينزي لما بيدوسوا على الرجلين، بتبقى حاجات كده بين اللعيبه وبين بعض، مش ناس كتير هتاخد بالها من الحاجات دي، لكن في مثل هذه المباريات لازم تبقى انت كحكم واخد بالك من كل حاجه، ولكن لنا ركله جزاء، لنا ركله جزاء واضحه وضوح الشمس زي ما حضراتكم شايفين، مش ممكن يعني، مش بشهاده اسلام وهاني، انا اسف، لا كل الخبراء يعني خلينا نتكلم لو على موضوع التحكيم، انا كنت لعيب كوره. انا سبته دلوقتي ليه يا كابتن؟ ايه؟ عشان محدش يقول لك انتوا بتبرروا. هو احنا ما بنبررش يعني، صدقوني احنا لما بنطلع نتكلم على بعض الاحداث اللي حدثت في المباراه من خلال اخطاء تحكيميه، لكن بنتكلم كمان على اخطاء حصلت في الفريق، بنتكلم على صحيح. عدم استغلال الفرص، بنتكلم على ممكن جدا نقفل بشكل افضل، كان ممكن جدا نلعب زون ديفنس ونطلع على الكاونتر اتاك زي الشوط الاولاني، يعني ده مع ده، لكن الصوره الكامله لازم نبص عليها. ضربه جزاء واضحه جدا في اعتقاد الشخصي، ضربه الجزاء اللي علينا يعني تديها 40% تتحسب، وما فيش صوره للفار وما فيش رجوع للفار، برضه علامه استفهام تانية. انت بتتكلم على يعني جزء كبير جدا جدا. هوري لك صوره الفار برضو يا كابتن عشان ايه؟ يعني عشان انت ما شفتوش امبارح فبوريه لك النهارده. مش ممكن يعني بجد والله، انا حاجه غريبه جدا. فاحنا بنتكلم كده اولا من زعلنا، احنا زعلانين طبعا ومتضايقين، وكان نفسنا نقعد النهارده نتكلم على المباراه النهائيه مفيش شك، لكن ده لا يقلل من قيمه النادي الاهلي، ده لا يقلل صح. من قيمه اللاعبين وقيمه المدير صح. الفني وقيمه الجماهير العظيمة اللي بتساند وهتساند النادي الأهلي إن شاء الله.